مشاهدي متتبع قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم بيت مباشر مدينة ورزازات. أكيد ناس ورزازات كيعرفوا هاد الحلبة، هذه معروفة هنا في ورزازات لأن هي الحلبة الوحيدة لألعاب القوى بأناتيم. هانتوما كما كتشوفوا لحد الساعة هاد الحلبة هذه مسدودة في وجه السكينة، لكن السؤال المطروح علاش هاد الحلبة مسدودة؟ كما كتشوفوا نقدر نقولوا كاينين اشغال، ولكن خليكم معايا غنقربوا الحلبة نشوفوا واش كاينين اشغال، يمكن داكشي علاش تسدات، الله اعلم. وجدنا اتصالات كثيرة على وديت هاد الحلبة هادي، علاش هاد الحلبة؟ بغينا نعرفوا علاش هاد الحلبة مسدودة، وحنا هذا هو المتنفس الوحيد ديالنا فاش كنخرجوا نمارسوا الرياضة ديالنا، يعني رياضة الجري رياضة أخرى، علاش تسدات هاد الحلبة؟ ما عرفناش علاش مسدودة، ما عندنا حتى شي ما دار حتى شي لافتة هنايا باش نعرفوا علاش، وما عندناش فين نمشي، وعيالاتنا كيتعرضوا للتحرش ملي كيديروا الرياضة ديالهم في جنبات الطرقات. هانتوما كما كتشوفوا مشاهدي قناه شوف تي في، هذه هي الحلبه، تبارك الله راه كبيره، ولكن علاش مسدوده؟ ما عرفناش علاش. هذه هي الحلبه، يعني على الاقل يكون واحد الاخبار بين راه هاد الحلبه غادي يكونوا فيها اشغال، باش الناس يعرفوا بين راه الحلبه فيها اشغال، ما ياخذوش موقف من تحد، ما بقاش يتسالوا علاش تسدات هاد الحلبه. انتما كما كتشوفوا مشاهدينا الحلبه مسدوده، الناس زوار زازات راه كيعرفوا هاد الحلبة هادي، كيعرفوها بحي أناتيم، يعني ساكنة دوار زازات لا أطفال لا شيوخ لا نساء لا شابات لا شباب، كلهم كيجيو لهاد الحلبة هادي، يعني ورزازات كلها راه ساكنين الناس بعاد، كاينين الناس أي تقضيف ديال دوار الشمس ديال حي الوحدة، كلهم كيجيو لهاد الحلبة هادي، هنا كيمارسوا الرياضات ديالهم. حنا واقفين دابا هنايا حدا الباب، واقفين هنا حدا الباب ديال الحلبة، جا عندنا واحد السيد لقانا واحد الشاب واقفين هنايا وسولنا قال لك واش الحلبة تحلات، هو شاف طوموبيل كنا واقفين قال لك واش الحلبة تحلات، قلنا ليه ما عرفناش، قال لك علاش ما عرفتوش امتى غادي تحل، الله اعلم. هذاك هو السؤال المطروح اللي غنطرحه في هذا البث المباشر من مدينه ورزازات، باش نعرفوا علاش هذه الحلبه هذه تسدات في وجه السكينه. كما كتعرفوا اننا على ابواب شهر رمضان، اللي يدخلوا علينا بالصحه والسلامه وبرزق ان شاء الله، يعني الناس كيبغيو يخرجوا يديروا يمارسوا الرياضات ديالهم يتمشاو شويه، يعني كانوا رمضان اللي فات كانوا كيجيو لهاد الحلبه هذه، هنايا كانوا الناس كيخرجوا كيديروا الرياضه ديالهم كيمارسوا الرياضه، كيجيبوا وليداتهم كيجيو حتى عيالاتهم، حتى النساء كيلقاو هاد الحلبه هذه، هي تبارك الله انتما كما كتشوفوا راه كبيره، يعني كيجيو لهنايا والحلبة مغطية، يعني ما غاديش يخرجوا العيالات جنب الطرقات ويتمشاو ويتعرضوا للتحرش، يعني مني درت هاد الحلبة الناس فرحوا وقالوا راه دارت لنا حلبة في مدينة ورزازات والحمد لله، ما غاديش نبقاو نتمشاو في جنب الطريق، دابا تسدات هكاك علاش؟ الله اعلم. هذاك هو السؤال المطروح اللي الناس كيطرحوه كيقول لنا علاش هاد الحلبة تسدات وبدون ما يخبروا الناس، او حتى تكون لافته على الباب ديال
هاد الحلبة ويتقال للناس بان راه هاد الحلبة تسدات، راه كاينين اشغال او كاينه حاجة اخرى، باش الناس ما بقاوش ياخذوا موقف. وكنتمنوا يكون رد على هاد المباشر هذا ان شاء الله، ماشي مسؤول، يرد يشرح للناس انه الناس كيتسائلوا لماذا هاد الحلبة سدات في الوجه ديالنا وبدون اخبار وما عارفينش علاش. الا كانوا الاشغال يقولوا للناس راه كاينين اشغال، كانت حاجة اخرى يقولوا للناس راه تكون حاجة اخرى او غتسد في مرة، اما باش جيت تسد هكاك. ونتمنى ان شاء الله يكون تحل ان شاء الله في اقرب وقت قبل رمضان، باش الناس يلقاو فين يمارسوا الرياضات ديالهم. الحلبة راه جات في حي أناتيم بين أي تقضيف والدخلة ديال ورزازات، راه هي الدخلة ديال ورزازات. إلا كنتي جاي من سكورة تنغير سكورة قلعة، وديك البلاصة راه هو هذاك هو حي أناتيم وحي نيويورك. مشاهدي ومتابعي قناة شوف تيفي، إلى اللقاء في بث مباشر آخر من مدينة ورزازات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.